في رمضان؟ طبعا انا عارفه انه يعني الرياضيين بيبقى رمضان ليهم زي حاله خاصه كده، شهر يعني مختلف عن باقي الناس، لانه طبعا بيبقى في معسكرات، في ماتشات، فالوضع شويه بيبقى مختلف بالنسبه لكم. كلمني بقى عن شهر رمضان بالنسبه لك انت كلاعب برضو وكمدرب في النادي الاهلي. شهر رمضان بيختلف. لما كنت ما كانش فيه رياضه طبعا زي ما قلت لك، انا في حي شعبي، كنت على طول قبل الفطار وبعد الفطار سهرانين كده بقى مع بعض على طول، لعب كوره، كوره. بنلعب كوره على طول يعني، بننزل نلعب في الشارع كوره على طول. لما اختلفت طبعا في لما بقيت يعني في النادي الاهلي وكده، بنتمرن بحساب وبناكل بحساب والكلام ده كله، لكن برضو يعني بعد لو كان في تمرين قبل الفطار بنتمرن، ساعات بنبقى فيه قبل وبعد يعني الحياة الرياضي بتبقى صعبة شوية في رمضان بالذات، الوقت بيبقى قصير شوية بالنسبة بعد الفطار، التمرين حتى بيبقى من ساعة ونص مش أكتر من كده، بيبقى مرهق قبل الفطار جدا للعيبة فعلا، لأن أنا حسيتها ولعبناها قبل كده، لعبنا بطولات كتير في رمضان في الصيام بتبقى مرهقة شوية، لكن ربنا بيقدر يعني. أول يوم رمضان بقى ده بقى يوم بقى مختلف عن باقي الأيام، بتحب تقضي اليوم ده فين يا كابتن؟ زمان كنا أول يوم لازم عند جدتي، ده كان لازم بيت العيلة ده كله، كل الأسرة كلها تتجمع هناك وولادهم وكل حاجة. بعد شوية كده بقيت عند الوالد، لما توفى الوالد يعني أنا بفطر أول يوم في رمضان في البيت عادي خالص، وأول جمعة بنروح يا إما عند والدة مراتي يا إما عند والدتي على حسب يعني، بس أول يوم دلوقتي حاليا إلا لو هو يوم جمعة، لو يوم جمعة بنروح عند أي حد، لكن لو يوم عادي خالص بقضيه في البيت عادي. طب أول يوم بقى برضو في أكلة معينة أكيد بتبقى حابة لو تاكلها بقى تفطر بيها بقى بعد أذان المغرب، أكيد في أكلات معينة كده. والله اللي بيتحط قدامي باكله. إيه ده، ما بيلكش أكلة لا معينة لا لا مثلا بتحب تاكلها؟ لا لا محشي، خالص والله الحمد لله، محشي اللي بيتحط قدامي باكله. بط، لا لا مش ما شرط، بيلكش مش شرط، مش شرط خالص يعني. خالص. والله بقول لك اللي بيتحط قدامي باكله يعني، الحمد لله برضو مراتي شاطرة جدا يعني، أكلي بيبقى اللي موجود باكله. قبل الكورونا يا كابتن طبعا صلاة التراويح كانت متاحة للكل ان هو يروح مساجد يقدر يصلي في المسجد وكده، بس بعد الكورونا يمكن شوية بدأوا يقللوا الأعداد، بدأوا يقفلوا المساجد. قبل الكورونا كنت بتحب تروح مسجد ايه تصلي فيه التراويح؟ لا انا في البيت على طول، اي حاجه التراويح اصلها في البيت يعني، فانا بصلي في البيت على طول التراويح ان شاء الله يعني. تجمع العيله وكلكم لا تصلوا لا مع انا بعض لوحدي، انا لوحدك؟ لوحدي اوكي. لوحدي بصليها لوحدي في البيت. طب اشمعنى يعني، في حاجه مثلا دي طقوس مثلا ليك بالنسبه لك ولا في سبب معين؟ لا لا ما فيش سبب ولا حاجه عادي يعني، خلاص. هو انا بصلي في البيت التراويح لوحدي. طيب بعيدا عن اول يوم رمضان والاكلات في اول يوم رمضان، ايه الاكله اللي دايما يا كابتن بتحب تفطر عليها اول ما الاذان ياذن كده؟ انا كابتن ميدو مسلحي لازم ياكل اول حاجه معينه. والله برضه زي ما بقول لك الحمد لله الواحد ملوش يعني، الاكل ما هو مش غايه يعني، هو وسيله بس كده الواحد، لكن بحب جدا يعني السلطه والشوربه دي حاجه كويسه جدا، اول حاجتين بتبدا بيهم في الفطار صح كده؟ اي لكن بقول لك زي ما قلت لك اي حاجه قدامي بتتاكل يعني. والحلويات بقى بحب الجاتوهات اكتر من الحلويات الشرقيه يعني، بسبوسة وكنافة والحاجات اللي هي مش اللي تبقى. ماليش ميل على البسبوسة يعني، ممكن كنافة شوية. وانت لاعب بقى كنت بتحب تاكل الحاجات دي برضو، والدنيا يعني الوزن بقى والحاجات دي كنت بتواجه فيها لا صعوبات لو انا ولا بلعب الموضوع؟ كان الواحد بيحرق كتير فمش مشكلة، لكن دلوقتي الواحد بيبقى حريص شويتين كده ولا حاجة. كنت بتقدر ازاي تنظم يا كابتن يعني الموضوع ده؟ يعني طبعا ان في رمضان كلنا بنحب ان احنا ناكل كتير براحتنا، حلويات بقى، اكل بقى كله يعني ممكن يزود الوزن شوية، كنت ازاي بتنظم الحتة دي؟ يعني وانا لعيب ولا انا لا مدرب؟ وان وحدك كلاعب. وانا لاعب بقول لك الحرق بيبقى عالي جدا جدا يعني، فما فيش مشاكل فيها خالص ان انا كنت اكل حلويات او اكل نشويات او اي حاجه، فالحرق بيبقى عالي لان انا اصلا كمان كنت ببذل مجهود في التمرين كتير، لكن وانا مدرب لازم الواحد يحاسب شويه في الاكل وما ياكلش كتير يعني. فوانيس رمضان بقى بتجيب لحد دلوقتي فوانيس لحد معين؟ بنعلق زينه في بس البيت. فوانيس ما بتجيبش لحد دلوقتي؟ لا فوانيس لا الله لولادك؟ يرحمه طيب. بابا والدي يعني كان بيجيب لي الولاد لازم كل سنة يعني، حريص كل سنة يجيب كل 3 سنة فوانيس مثلا. لازم لازم يعني، كان بصراحة الله يرحمه بعد ما توفى خلاص الله يرحمه حضرتك يعني. ما بتجيبش فوانيس لا لا لحد؟ بنعلق زي ما قلت لك بنعلق زينة كده بيبقى فيها حاجات ظريفة يعني. مسلسلات بقى
يعني اكيد بقى في وقت فاضي شويه. اه ماشي، يعني الشهر رمضان بيكون شهر العباده، نصلي نصوم، كمان في تمارين ومعسكرات حضرتك يعني اكيد بتنشغل فيهم، بس اكيد بقى في وقت فاضي بقى بتتفرج على مسلسلات. والله على حسب، يعني حسب لو في مسلسل مسمع يعني ببتدي بشوفه، بس بالليل بعد السحور، ما يعني ما بشوفش اي حاجه خالص اثناء النهار او قبل او بعد الفطار خالص، غير بعد السحور. بعد السحور بقعد كده، لو في حاجه مسلسل مسمع كده ولا حاجه بجيبه وبقعد بشوفه وبتابعه. يعني لو السوشيال ميديا كلها بتتكلم مثلا عن مسلسل معين، تقوم انت داخل شيء اه المسلسل ده مسمع يبقى ده مسلسل كويس، بس مش بتتابع زي مثلا السنه اللي فاتت كان الاختيار وهجمه مرتده، بس دول تابعتهم كويس قوي، لكن اي حاجه تانية لا ما تابعتهاش. ايه اكتر اغنيه يا كابتن بتفكرك برمضان؟ اغنيه لرمضان بتفكرك برمضان، تفكرك بقربه يعني خلاص هو قرب داخلين اهو على رمضان. اهلا رمضان معروفه يعني. بس هي دي الواحد اول حتى بتتذاع كتير يعني. تقول لي مين يا كابتن رمضان كريم؟ امي اول واحده اقول لها رمضان كريم وربنا يبارك ربنا في صحتك. لك رب. مراتي واولادي ووالده مراتي برضو كل سنه هم طيبين، والجزء الكبير بقى اللي في قلبي طبعا جمهور النادي الاهلي كل سنه هم طيبين وبخير وان شاء الله دايما في سعاده يعني. تقول لي مين سامحتك في رمضان؟ الحمد لله ما حدش مزعلني. الحمد بجد لله. في ما تقولش لحد معين سامحتك؟ لا لا الحمد لله ما فيش حاجه، الحمد لله انا مسامح اي حد وفي اي حاجه الحمد طب لله. طب مين اللي مش مسامحه بقى؟ لا لا مين، ما فيش حد الحمد لله، اقول لك ما فيش حد والله. لا 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 الحمد لله، علاقتي بالجميع طيبه جدا وربنا يخليها كده دايما مستمره كده، يخلي الناس كلها مسامحه كده ان شاء الله. مين النجم يا كابتن اللي مثلا لما بتسمع اسمه كممثل يعني او ممثله، لما تسمع اسمها او اسمه اللي هو ايه، لا انا هتابع المسلسل بتاعه حتى لو مش هتعرف ايه المسلسلات اللي نازله يعني؟ يعني كريم عبد العزيز واحمد عز يعني اكتر اتنين الواحد ممكن يتابعهم.